تسمحي ان انا اقلدك واقول لك بكل الحب خليني اسالك عن ايفنت نيش النهارده؟ ده اول حاجه شرف ليا انك تقلديني. وانا مبسوط ان انا النهارده موجود وبشكر نيش ماجازين على التكريم، ودي ثقه غاليه، وانا يعني اتمنى ان افضل عند حسن ظن الناس دايما كده. انت حقيقي المقدمه بتاعتك في نجوم اف ام بكل الحب، هنتكلم عن الحب بقت تتقال، يعني انا بس لما اجي اعمل لقاء ساعات ببقى عايز اقولها في اول لقاء. اعملها غنوه باذن الله. عاملها غنوه، عاملها، هاخد بكل الحب دي. اكسبيرينس كبيره قوي في عالم العلاقات والارتباطات والطلاقات والحاجات، اكتر حاجه استفدت بيها في الموضوع ده كانت ايه؟ اكتر حاجه ان انا عرفت احافظ على حياتي الزوجيه، دي اهم حاجه، على مدار 22 سنه. الناس فادوك حقيقي؟ طبعا اتعلمت منهم. وانا اتفكر كان اللي بعلمهم، لا ده هم، انا ضحكت عليهم وانا اتعلمت منهم. يعني حقيقي الموضوع ده افادك انت بشكل شخصي بشكل لا تخيلي. طب خليني اسالك سؤال، عمرك في يوم من الايام بصدفتك مشكله وتعاطفت معاها بشكل شخصي وكنت عايز تتدخل فيها انت كأسامة منير؟ كانت مشكله ام واولادها رموها في اوضه تحت السلم علشان ياخدوا الشقه، ولا حاجه، انا حاولت اكلم الست تاني ما عرفتش اوصلها تاني، كنت هموت واوصلها وكنت هولع الدنيا، وحصلت مشاكل كتير، اللي بيدور على دم واللي عايز يخش مستشفى، وبعمل مناشده على الهوا لوزير الصحه ونلاقي حد اتدخل ودخلوه، يعني بيحصل حاجات كده على الهوا. خليني اسالك، عالم الغنى بالنسبه لك وان انت تدخل في تجربه زي دي كانت تجربه ناجحه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، 5 مليون مشاهده على السوشيال ميديا، وردود فعل حلوه جدا، ومن فنانين واعلاميين وكتاب وصحفيين، والجمهور طبعا قبل كل حاجه، فمبسوط. ممكن بقى تقولي المقدمه بتاعت بكل الحب؟ بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هخش الايفنت بقى عشان حبيبتي.